هناك جهد بذل اصحاب الفضل فيه الجمعيه العموميه وكل الساده النقباء واعضاء النقابه العامه وشككنا جميعا. شوف بقى بقول ايه؟ اجيب ايه؟ شككنا، قول شككتم في ان النقيب العام سيستطيع ان يلغي التسجيل في منظومه الفاتوره الالكترونيه. وقبل ما اجي من دمياط تحدثت مع النائب المحترم عضو اللجنه المشكله للتفاوض باختيار السيد النقيب العام الاستاذ ضياء الدين داوود دخولا على الامر. كيف يشكك؟ كيف يشكك البعض في ان قرارا صدر من الماليه لاعفاء الساده المحامين؟ هو بيقول لي انا متعجب ومستغرب. اللي بيقول الكلام ده مين؟ استاذ ضياء الدين داوود النائب البرلماني الذي بذل مجهودا كبيرا، هو النائب احمد الشرقاوي كويس وسامعني، ظل بيني وبينه حوار من دمياط لغايه اسكندريه. تفصيلي ان القرار الذي صدر من وزير الماليه وهو في فرنسا كان عباره عن صياغات بين السيد النقيب العام وبين وزير الماليه والنائب احمد الشرقاوي والنائب ايهاب رمزي، الى ان وصل الامر في بيان صدر باعفاء الاشخاص الطبيعيين اللي هم بيسموه عندهم مستهلك نهائي او فردي. انا احنا بنقول الاشخاص الطبيعيين من التسجيل. هقول ازاي؟ انا راجل نائب برلماني ومحامي اولا ونقابي ثانيا. كيف يشكك محامين بس في ان اعفاء صدر للاشخاص الطبيعيين؟ انت معفى بنص القانون ولا يملك هنا في الاجتماع اللي بقول اهو علنا ومسجل لا وزير الماليه ولا غير وزير الماليه ان يخضع اي من الساده المحامين في النشاط الفردي بعد هذا الاعلان الى الفاتوره الالكترونيه. حضراتكم اللي بيشكك في هذا لدواعي انتخابيه فليدع صوته في صندوق الانتخابات ان شاء الله. عايز ينتخب السيد النقيب العام او غيره هو حر في اختياراته وانتماءاته. اما نقول ان الجمعيه العموميه مع مجلس النقابه العامه مع الزملاء الافاضل الموجودين اللي تحملونا وتحملوا تشكيكنا فيهم، انا بقول قدامهم اهو، في ان يصدر قرارا بالاعفاء، فلما يصدر نجد من انفسنا نبخس من اعمالنا ونضعف من امورنا امام العامه. ردوا عليها ليه؟ يوم ما محامي الدوله تسجله انا كراجل نائب وانا بقول هو سامعني مع السيد النقيب اساله في هذا واحاكم من يدخله في هذا الامر. ده انا نائب، ده مفاوضات تمت في سريه تامه وبضغط من الجمعيه العموميه صاحبه الفضل والسلطه العليا. قدر الله النفاق والمنافقين. احنا بنقول الكلام ده عشان ربنا وعشان ضمائرنا وعشان احنا ظلمنا. انا واحد من الناس كان سبت النقيب امتى؟ قرار هيطلع الساعه كام؟ انا بقول رساله المحاماه لا يجب ان تخضع للفاتوره الالكترونيه. دي واحده. دي رساله المحاماه، لكن الخطوه اللي تمت 95% من محامين مصر لا علاقه لهم بشركات. ليه بتتعاملوا مع جمعيتكم العموميه ان هم كلهم مكاتب محمد اوليه وشركات كبرى؟ ربنا يهنيه اللي عمل تعاقد مع شركه كبرى تدفع له الرسم او الاشتراك ومش هيصرف مبالغ ماليه الا كان مسجل في الفاتوره الالكترونيه ولا يتحمل اعباء. الاول دي خطوه ايجابيه رائعه لم نكن نظن والمصر كلها شككهم جميعا ان نقباء سابقين ومرشحين. انت كان عندكم بيان قريب انا ممكن احصل بالكلام دوت بعض زمايلي اللي قاعدين بس لازم اقوله. الم تستمعوا الى بيان ولا انقص من قدر احد واقول للجميع الم تستمعوا الى بيان سجل وبعدين نرجع؟ ماذا لو قامت الجمعية العمومية لمحامين مصر بالتوجه لوزارة المالية وقاموا بالتسجيل ثم الإرجاع؟ إيه كانت النتيجة؟ كانت النتيجة ستكون كنتيجة القيمة المضافة. سجل واعمل بروتوكول. لا، لابد أن نقصد الناس حقوقها، أقسم بالله لا يعنيني أي أمر ولا عدوة نقابة عامة ولا مناصب ولا مواقع. أنا وأنا عندي 30 سنة كنت بخوض محافظة دمياط رئيس المجلس الشعب محلي المحافظه. هذا الكلام بقوله قدام النقيب ياسر عرفات ابو هنيه وافخره ان المحاماه هي اسفى مكانه من المناصب والمواقع. ومن لا يدرك اهميه وجوده في تمثيل جمعيه عموميه بهذا الحجم السيد نقيب المحامين انظروا اليه كرئيس وزراء مصر حد ادنى. وانظروا الى النقباء الفرعيين انهم محافظين كحد ادنى. ولاعضاء النقابه العامه مجلس النقابه العامه والفرعيه
انهم ممثلين شرعيين للدوله المصريه ولنقابه المحامين. فعلينا ان يكون الوقت معانا كلنا ايد واحده لمره واحده نحقق انجازا للمحامين صدر الاعفاء. طيب في مزيد من الطلبات؟ في مزيد من الطلبات، دبرات متعلقه بهذا الاعفاء ما دالت اللجنه المشكله مستمره. ما حدش يقول ما فيش اعفاء. يوم محامي يسجل انا بقول لحضرتك السيد النقيب العام والنواب وحضراتكم كافرين بان هذا البيان حقيقه وليس اماني او مجرد استصدار بيان. ودي واحده. اثنين، نامل في مزيد من الضمانات لحمايه هؤلاء الافراد ولاعفاء بعض الاشخاص الاعتباريه، ولاننا لا نسلم بان رساله المحاماه هي مهنه تجاريه.